وقعت هيئة قناة السويس اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة البنامية Ever Given والتي جنحت في القناة في مارس الماضي وعطلت حركة الملاحة على مدار 6 أيام. وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن السفينة. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية توقيع عقد اتفاق التسوية في مقر الهيئة بالإسماعيلية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي أنه تم الاتفاق لإتاحة المجال باستئناف مسيرة السفينة Ever Given، موجها الشكر للرئيس السيسي الذي دعم القناة كثيرا خلال فترة الأزمة، وإلى رجال هيئة قناة السويس البواسل القادرين على مواجهة كافة التحديات والذين بذلوا كل ما يستطيعوا من جهد، وهو الأمر الذي شهد له العالم أجمع. وتم الاتفاق المرضي للجميع بعد عملية تفاوض ماراثونية. أنهت الهيئة إجراءات مغادرة السفينة البنامية Ever Given بمنطقة البحيرات المرة بالمغرى الملاحي للقناة استعداداً لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، حيث غادرت السفينة البنامية ترافقها قاطرتان خلال هذه الرحلة بالمجرى الملاحي لقناة السويس. وقال رئيس الشركة المالكة لسفينة Ever Given يوكيتو هيجاكي أنه بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان خلال أيام قليلة، وأكد استمرار تعاون الشركة وانتظام عمليات مرور سفنها بمجرى القناة. ينضم إلينا هاتفيا اللواء بحري محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق. بعد التحية لك سيادة اللواء، إذا هيئة قناة السويس وقعت اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة البنامية Ever Given، وأشاد الحقيقة رئيس الشركة المالكة بالمساعدة والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس عند تعويمها لهذه السفينة، وأكد أيضا استمرار التعاون تعاون الشركة واستمرار عملية مرور سفنها عبر المجرى الملاحي القناة. هي كانت ملحمة بكل المقاييس، سيادة اللواء ماذا تقول عنها؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا، وأنا يعني كشاهد عيان لهذه الملحمة زي ما حضرتك بتقول، هي يعني أشعر بالفخار الوطني والاعتزاز بكفاءة أبنائنا ورجالنا في هيئة قناة السويس، ومقدار الاحتراف اللي اظهره الانسان المصري في هيئه قناه السويس. وقبل منها بثلاث ايام اظهر الانسان المصري كفاءه واحتراف ايضا خلال المناوره الخاصه بالقوات البحريه اللي هي قادر 21. ايوه الحقيقه في ظل ظروف جويه سيئه جدا برضو اتعملت حاجات في المناوره يعني يصعب تنفيذها في مثل هذا الجو العاصف، سرعه الريح كانت من 27 ل 30 عقد. انما ده مش موضوعنا، ان فعلا كل المراحل من اول بدايه الازمه وشحط السفينه في قناه السويس لغايه يعني اجراء هذه التسويه بتشير الى معنى الاحتراف. يعني اقدر الخص كل المرحله دي بكلمه واحده، هي الاحتراف. الاحتراف في ايه؟ اولا في جميع الاجراءات اللي تمت فيها اجراءات التعويم، ومنها اجراءات تستخدم لاول مره خلال 6 أيام فقط لا غير، وتطلع السفينة بدون أي خدش، حالتها الفنية جيدة بما أسمح لها بإعادة الإبحار، مفيش خسائر، مفيش أصلا لا تخفيف حمولة ولا إنزال حاويات ولا أي حاجة من البدائل والسيناريوهات اللي كانت موجودة. كل ده بيشير إلى درجة عالية جدا من الاحتراف. الحاجة الثانية، بعد السفينة ما عامت وبدأت تغادر المكان، الاجراءات اللي اتخذتها هيئه قناه السويس كان في 400 وشويه سفينه موجودين في الانتظار، وكان معمول تكدس، دول خلصوا في 3 أيام، يعني معناها اكثر من 100 سفينه في اليوم بتعدي في كلا الاتجاهين، وده طبعا رقم يعني يفوق طاقتها الاستيعابيه. ما هي دي ملحمه اخرى ايضا تضاف، يعني دي ملحمه اخرى. انا مش عايز اقول لحضرتك ان يعني طب لما حصلت ان المركب دي شحطت، خدت بال حضرتك، وفي نفس الريح كان قدامها 4 مراكب اكبر منها ورا منها طابور من المراكب الثانيه، راحوا فين؟ وتصرفوا ازاي اصلا؟ ما هو اتقبلت القناه على المراكب اللي خلفها. دي اداره يعني وقياده وسيطره على اعلى مستوى. صحيح. وناس اصلا عايز تشوف مقياس الاحتراف لمنظومه
اختبرها في حاله طارئه يعني في حاله طارئه زي اللي حصل ده. خلاص المركب اللي قدامه شحطت واللي ورا منه قلل السرعه واللي ورا منه وقف، طب راحوا فين؟ الحمد لله ما حصلتش حوادث ثانيه. خدت بال حضرتك؟ الاسلوب اللي ادير بيه الحادث كل ده يبين لك الاحتراف الشديد. مش هتكلم انا على سيميليتورز وتدريب بتاع الاباطين ولا اتكلم على نظم القياده والسيطره والرقمنه اللي مسيطره على قناه السويس برادراتها باجهزه القياده والسيطره بتاعتها باجهزه اللاسلكي اللي موجوده باحتراف الناس اللي موجودين في الاداره. مش هتكلم حضرتك على السيد رئيس، مش هتكلم حضرتك على رئيس الجمهوريه اللي كان بيتابع ساعه بساعه مش يوم بيوم. طبعا وده اللي قاله النهارده الحقيقه الفريق اسامه ربيع خلال هذا المؤتمر الصحفي العالمي، يعني وجه الشكر للرئيس السيسي الذي دعم القناه كثيرا خلال فتره هذه الازمه. انا هفكر حضرتك بكلمه قالها سياده الرئيس، قال انا ما رضيتش ابقى باين ان انا يعني قلقان علشان ما اقلقش فريق اسامه. ده قائد، ده راجل قائد قاد جيوش قبل كده في مناطق عسكريه وفاهم هو بيتكلم ازاي وفاهم ان لو هو توتر او انفعل اللي تحت منه هينقل هذا الانفعال والتوتر للعاملين معاه. الحقيقه منظومه متكامله، ربنا يحميهم ويبارك فيهم يعني. صحيح، وده اللي ايضا يعني ذكره الفريق اسامه ربيع، وجه كلمه ايضا الى رجال هيئه قناه السويس، قال انهم رجال بواسل قادرين على مواجهه كافه التحديات، وده اللي احنا شفناه فعلا. اقول لحضرتك اولا يعني قالوا رئيس المنظمه الدوليه، انا فاكر الجواب اللي كان طلعه راح كاتب اي ليه تايرلس ايفورت، يعني 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 مجهود جهود لا تعرف التعب. بس مش كده وبس، ده انت شفت حضرتك الكراكه واقفه واخد حضرتك ملاصقه ازاي للمركب، يعني دي ممكن اي حركه كانت ممكن تخبط المركب تفتح المركب من تحت. ده عشان يقف في الريح ده ويمخطط ويقدر ان هو ينفذ على هذا القرب، احتراف شديد من ابطال الكراكه ومن كل العاملين. الحقيقه انا بحيي الاحتراف وبقول ان مصر بخير برجالتها في جميع المجالات. وبعدين قضت بعد كده معركه قانونيه، ايضا المعركه القانونيه كان بيه فرسانها كلهم مصريين. صحيح. يعني وصلنا يعني بعد هذه المعركة القانونية إلى اتفاق التسوية مع الشركة المالكة سيادة اللواء، حتى يعني رئيس الشركة أشاد بما تم. مظبوط، أشاد بما تم. وهذه التسوية بالظروف اللي احنا سمعنا عنها دي يعني أشارت وأشادت بهيئة قناة السويس وبأدائها. وبعدين مش بس وكده، ده كمان التعويضات يعني يعني ده مش حكايه المالك ولا دي اصلا جايه مش بموافقه المالك بس ولا المشغل بس، لا ده في شركات تامين. ايوه، وفي شركات تمويل. الكلام ده كله موافق على هذا، لان هم تحققوا من ان هيئه قناه السويس قامت بواجباتها وانها ممر امن. صحيح، مفيش اخطاء حصلت من ناحيتها. خلي بال حضرتك، وان الشركه نفسها اعلنت انتظام واستمرار التعاون مع قناه السويس، ويعني انتظام عمليات مرور سفنها في مجرى القناه. ان بعد الحادثه دي هو طبعا زاد كمان المرور، حركه المرور في قناه السويس. أيوة. طبعا نتيجه السيد رئيس الهيئه ورجاله بيعملوا بحوس باستمرار، وقدروا ان هم يعملوا باكج لحوافز او مجموعه من الحوافز جذبت خطوط ملاحيه لم تكن تمر في القناه من قبل اصلا. يعني ما كانتش دي الطرقه بتاعتها اصلا من قبل. ف كان جزء منها هو ما حدث في قناه السويس. صحيح صحيح. الاداره التي جعلت وسط يعني المتاعب دي كلها والمشاغل دي كلها، الاداره اللي حطت العميل مش عميل، ده اعتبرت العملاء دول شركاء في قناه السويس. وشوف حضرتك التصرفات اللي حصلت مع الطقم، وشوف التصرفات اللي حصلت مع الحيوانات الحيه، والدعم اللوجستي اللي خدوه والدكاتره المصريين اللي راحوا على السفن بتاعه الحيوانات الحيه، وشوف حضرتك التخفيضات اللي اتخذت للمراكب عشان نعوضهم. ايوه خلاص من لا يعني يعني اداره. صحيح صحيح. فريق اسامه ربيع ورجاله الحقيقه حاجه مشرفه، وكلنا كمصريين انا يعني وكل من هو مصري مخلص
يشعر بالفخر والزهو الوطني. خلاص ان رجالتنا بخير في كل مجال. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اللواء بحري محفوظ طه مدير الكليه البحريه الاسبق.